الحساب الحمد لله طلع 1000 ليره 1014 ليره حاليا حيتم تسليم 1000 وعدوا لي زكاتك. الله يجزيكم الخير ويكتب اجركم ويتقبل عملكم. سني حسني من سنة سنة حسنة وخصوصا في الشهر الفضيل هذا. الله يجزيكم الخير يا سيف وكثر خيرك ما قصر. واي حدا ان شاء الله هيك لحالك يعني. الله يجزيكم الخير. الحساب الحساب خالص هيك. الحساب الثالث الله يجزيه الخير كمان من سنة سنة حسنة سكروا حساب الدكان رقم 3. الحساب قديش؟ 4000 4000 ليرة كمان سكر محل خضرة أبو رشيد الله يجزيه الخير إن شاء الله ميزان حسناتهم. كمان من سنة سنة حسنة فله أجره أجر من عمل فيه إلى يوم القيامة إن شاء الله. ودول جماعة سنوا سني حسن إن شاء الله ومدعو الجميع يتقيد بهالكلام هذا ويكون مثل الكلام هذا. الله يبارك فيكم إن شاء الله. رمضان مبارك إن شاء الله. والله يتقبل طاعتكم.